نعم، مرة أخرى في مدينة جبلة، هذه المدينة التابعة لمحافظة اللاذقية، وآخر تعداد سكان لها بلغ أكثر من 200,000 نسمة. هذه المدينة التي نكبت بالزلزال والتي راح عدد كبير من ضحاياها مقاربة أو مقارنة بكثافة السكان في المحافظات أو المدن الأخرى التي عاصفها الزلزال، عانت الأمرين، بلغ عدد الضحايا حتى هذه اللحظة أكثر من 310 ضحايا تقريبا. لذلك متواجدون هنا برفقة فريق الإنقاذ الإماراتي كما تشاهدون خلفي، الذين يسعون رغم مرور عدد ساعات طويلة على الزلزال، يسعون إلى نجدة أرواح ربما قد تكون حاضرة هنا في هذا المكان. ولذلك في هذه اللحظات ينضم إلي المقدم حمد محمد الكعبي، رئيس فريق الإنقاذ الإماراتي هنا في سوريا. سعادة المقدم، لو تطلعنا حقيقة بداية على آلية ومعايير اختيار الأماكن قبل البدء بها. نعم، أولا بداية نحن نعزي الشعب السوري في مصابهم هذا، ونحن كدولة الإمارات العربية المتحدة واجب علينا مساندة ودعم الأشقاء في مثل هذه الأزمات والكوارث. استجابتنا الحمد لله كانت استجابة سريعة للكارثة، وعندنا فريق الحمد لله مجهز على مستوى عالي من الإمكانيات والقدرات اللوجستية بالتعاون مع زملائنا. طبعا اختيار المواقع دائما يكون مبني على تنسيق مشترك مع السلطات المحلية في الموقع أو في المدينة المنكوبة أو التي تضررت من الزلزال. ولا يخفى عليكم طبعا دولة الإمارات دائما سباقة في أن تكون ضمن المعايير والمقاييس الدولية في الإجراءات والتعامل مع هذا النوع من الأزمات والكوارث. فريقنا معتمد دوليا في التنسيق المشترك مع الفرق الدولية الأخرى ومع الحكومات في هذا الإطار. الدولة الحمد لله أو الفريق عفوا وصل إلى هنا، استجبنا مع الجماعة في السلطة المحلية، قمنا بعملية مسح شاملة للمباني المتضررة، وحددنا الأولويات للمباني التي تحتاج إلى بدء عمليات البحث والإنقاذ. وكما ترى يعني الجماعة ما شاء الله شغالين على قدم وساق. يعني سيد حمد، يعني شو آلية العمل بالنسبة لكم؟ أنا شاهدت وكما تشاهدون مشاهدين الكرام هناك كلاب كذلك تبحث عن ناجين بين الركام، شو آلية العمل؟ نعم طبعا في البداية نحن بس نوصل إلى المكان المحدد اللي راح نشتغل فيه، راح يكون عندنا عملية تقييم للمبنى المنهار نفسه من ناحية الأمن والسلامة، هل هو آمن للبدء العمليات أو لا. طبعا عندنا ناس مختصين في الأمن والسلامة ومهندسين مختصين في المباني يكونون حاضرين في الموقع، بس بمجرد أن نحن نعرف أن هذا في إمكانية أن نعمل عملية بحث، تبدأ عملية البحث بالكينين اللي هي كلاب البحث إذا ما كان هناك يوجد أشخاص تحت الأنقاض، ومن ثم تبدأ العمليات تباعا فيما يخص عمليات البحث والإنقاذ. ممتاز. هل يعني وفق المعايير هل هناك إمكانية وجود أشخاص على قيد الحياة؟ يعني شاهدنا كذلك بعد مرور أكثر من 100 ساعة في بعض المناطق في جبلة أو حتى في سوريا أو حتى في تركيا، هناك أشخاص الحمد لله توصلوا إليهم. نعم، لا شك أن العنصر الزمني مهم جدا في عمليات البحث والإنقاذ. الاحتمالية موجودة، ممكن أنك أنت تحصل ناجين، طبعا يعتمد على إذا ما كان الشخص في إصابة أو لا. يعني بعض الأحيان يكون الشخص ساقط في مكان محجوز فيه بدون إصابة، هذا عنده فرص للنجاة أعلى عن غيره. إذا كانت الإصابة مثلا بسيطة ممكن يستمر لثلاثة أو أربع أيام، ويمكن بعد إلى الخامس يوم، على حسب طبعا، ما في معيار أو مقياس معين، بس الاحتمالية موجودة. أتمنى لكم كل التوفيق يعني في هذه المهمة. مقدم محمد محمد الكعبي، رئيس فريق الإنقاذ في سوريا، شكرا جزيلا لك وقواكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي الصورة
العمل مستمر على قدم وساق، وتيرة التسارع كذلك على أمل وجود ناجين.